انت بت underestimate ولا عامه في الحياه؟ انا ب under control و under pressure وكل حاجه. سيف بي underestimate. انا هقول لك على حاجه، انا كنت شاب زيكم تمام، مفيش حاجه ما جربتهاش. اهلا وسهلا بيكم النهارده اعزائنا المشاهدين في حلقه مميزه وحلقه جديده من هنا الصامت الموسم الثاني مع طياره. معانا ضيوفنا النهارده سيف زهران ومعانا عمر شرقي. ازيكم؟ عامل ايه؟ انتوا ما كنتوش بتيجوا قبل كده اصلا هنا يعني خالص؟ دي اول مره ليكم هنا؟ حدش كان بيعزمكم؟ انت معكمش يعني اي دي كده زي الناس او نمت او الحاجات دي؟ يعني انا بس مبسوط ان انا وسطكم النهارده. يعني انا عرفت عمر وسيف معايا قلت لا، في مواضيع كتير هنفتحها لو الناس ما عرفتش تستفاد منكم لا. فانا بصراحه انا طماع وانا احب ان انا استفاد. فطبعا احنا هنتكلم عن لما احنا بنيجي بنفكر كبني ادمين ونيجي نتحط في مواقف اللي هو زي اللي اي حد عادي مننا بتحط فيها، مثلا اللي هو انت بتعدي الشارع فاهم، لقيت ست عجوزه بتاخدها كده من ايدها اللي هو تعالي يا حاجه اوصلك، أيوة. واللي هو تقول لك انت قد ابني ومش عارفه ايه، وبعدين تبدا تحس انت بتشوف بقى ايه، انا والدتي في الست دي. أيوة. بعدين انت فجاه واحده بتكتشف ان ممكن اصلا الست دي تكون نصابه. أيوة. فانت أيوة. ما تعرفش. فشبابنا اليومين دول بيتعرض بسبب ان هو بيفترض حسن النيه عند الناس وان هو مش مدي اخوانه. ممكن تلاقي مثلا حد مديره في الشغل بيتعامل، مش هقول لك بقى بيتعامل معاه وحش، لا بيتعامل معاه كويس. والشاب نفسه بياخد مرتب كويس ولسه معلوش اي التزامات، لسه شاب بقى في مقتبل العمر، لسه حد بيدور على وظيفه جديده، واتعرف على زمايله ونزل وخرجوا، شاف واحده زميلته مثلا عجبته، طب هل عليها كلام البنت دي ولا لا؟ فبيبدا يتعرف عليها، تبدا البنت كمان هي كمان تتشد ليه، هو يتشد ليها، زميلهم في الشركه بيبداوا يتكلموا عليهم. فلو جينا نقيم الشاب ده من الاول اصلا بقى، هو عايش ازاي في حياته، ولما مؤاخذه ممكن يمشي في سكه احنا كل يعني مش هنحب ولادنا ولا اخواتنا، لا انتوا الواد ده مش حابينه. ايوه صح. وساعات انت ممكن تكون انت الواد ده اللي هم اصلا مش حابينه. انا كنت فعلا في مرحله بالظبط، في مرحله انت كنت كده، وبعد كده لما العيال بدات تحبك بدات انت تاخد العيال بتحبك، تبدا تشوف بقى الناس مش هنحب مين ونعمل ايه وكده. بص انا هقول لك على حاجه، انا كنت شاب زيكم، جربت كل حاجه، مفيش حاجه ما جربتهاش. جربت ان انا ابقى فيجن في فتره في حياتي، ولا وفاهم الموضوع كنت قافش فيه في دماغي ان هو ايه بقى، ايه الحوار ده، لا انا عايز افهم، لا قعدوني معاكم بقى، انا ما انا انا ما انا برضو مش الحد مثلا هو ايه حد يجي يقول له حاجه جديده فلا بنجرف، لا عايز افهم ايه الموضوع ده بقى، اساسه عامل ازاي، طب مين اللي عمله ومين اللي اخترعه، طب ايه المطاعم اصلا اللي ينفع انا اروحها، طب هل المطاعم دي انا معايا فلوس، معايا دخلي ده يقدر ان انا اروح واصرف على نفسي هناك. طبعا الاجابه انتوا فاهمينها. مش فاهم. لا انا يعني هو يعني وصل، لا وصل يعني مثلا الفلوس والصداقه، فكره ال being perfectionist and being humble and on the way you go. مش فاهم ايه بقى المعادله، ايه المعادله؟ انت بت underestimate ولا عامه في الحياه؟ انا ب under control و under pressure وكل حاجه. طيب ما فاهم، بس مش ب underestimate بصراحه. سيف بي underestimate. انا بصراحه مش حاجه بفتخر بيها تماما. ليه بقى؟ عشان يعني هي بترجعني لورا وفي نفس الوقت بتطلعني خطوتين لقدام، فانا مبقاش عارف انا فين. هل ممكن تدوخ اصلا؟ جدا. وانت بتاندر ايه اصلا؟ انا ببقى اندر لوب، ساعات كنت بقى اندرستاند، حسب الموقف برضه شادي، فاهم انت على حسب انت فين. ما انا كنت لسه هقول لك هل ده اصلا في كل المواقف؟ لا لا لا، على حسب الموقف. ما اهم حاجه ان انت ما زي ما بقول لك ما توزنش الامور ابدا لاي مرحله ابعد من انت مش عارف بكره هيحصل ايه ولا عارف بعده هيحصل ايه. فاهمني؟ امبارح كيس واتقفل، بكره ما تعرفش ممكن يحصل زي امبارح. ما دام امبارح بالذات ما تقفلش. امبارح ما تقفلش. امبارح ما تقفلش. امبارح ما تقفلش. عشان ما تستغلش البرنامج انك انت توصل لي رساله امبارح. لا 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 ناخد بالنا من الكلام، ناخد بالنا من الكلام. امبارح ما تقفلش. امبارح ما تقفلش. ناخد بالنا. احنا هنا بنحاول ندور حوار راقي، شغل الشوارع ده والعيال السو مش عندنا. بس واحد نطط من اصلا. لا بقول لك ايه، مش كلمه هترد عليه فيها، في ايه؟ اصل هو عايز يقفل، عايز يقفل. ايه يا حبيبي خلاص بنخلص الموضوع. ايه عايز مش كل مره طيب هل عندكم اي اضافات، حاجه تحبوا تختموا بيها، تحبوا تقولوا اي حاجه؟ لا سوف كده اعزائنا المشاهدين،
وصلنا لنهايه الحلقه بتاعتنا من هنا الصمت. نشكر ضيوفنا الكرام وبنشكر فعلا الظروف اللي جمعتنا، وبشكر الصدفه عامه اللي خلتني ان انا اتعرف عليكم بشكل مختلف. كان نفسي فعلا ان انا اكون بحاول يعني ان انا تعيط يا شادي بس خلاص الموضوع ده مؤثر. شكرا اعزائنا المشاهدين.